حلاوة الجبن نفس طريقة المعجوقة، بس طريقة حلاوة الجبن بنرق أرق بنحط فيها قشطة وبنلفها، بس طريقة المعجوقة بنمدها بالصينية بنمد فوقها القشطة. نفس المكونات، حلاوة الجبن والمعجوقة نفس المكونات، مي وسكر وسميد، بنضيفها جبنة. أنا أكيد بفضل المعجوقة. أنا بحب حلاوة الجبن أكثر من المعجوقة، ما بعرف هيك برأيي. الأفضل إلي المعجوقة، كان صيف وكان شتاء.